إذا نذهب إلى الصفحة 84، الصفحة 84 وهو الباب 26 والحديث هو الحديث السادس، والحديث السادس مروي عن زرارة عن إمامنا الصادق، الحديث طويل أخذ منه سطرا واحدا، أخذ سطرا أو سطرين. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه وما من باك يبكي إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا. أعطني عملا تجتمع فيه كل هذه الأوصاف، أعطني عملا. هذه دموع، هذه دموع، والدموع بعض الأحيان ربما تصدر من الإنسان على أشياء قد تكون تافهة بسبب حالة عاطفية، دموع. يعني ليس للإنسان الفضل في هذه الدموع، هذه الدموع بحسب نظام الخلقة وبحسب حالة وجدانية وبحسب انكسار القلب تصدر هذه الدموع. هذا الباكي الذي يبكي على الحسين وصل فاطمة وأسعدها على ذلك، أسعدها على مصابها، ووصل رسول الله وأدى حقنا. هذه الجملة وأدى حقنا، هل هناك من واجب أوجب من أداء حقهم؟ الشأن الحسيني خصوصياته مختلفة، والخدمة الحسينية واجبة لأنها جزء من إحياء أمر أهل البيت، وإحياء أمر أهل البيت الواجب الأول في حياتنا.